السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله العلي الأعلى أحمده سبحانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله إمام المرسلين وخاتم النبيين وخير الورى اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أئمة الهدى ونجوم الدجى أما بعد فاتقوا الله عباد الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون عباد الله لقد من الله على هذه الأمة بإنزال كتابه العزيز قيما مباركا لم يجعل له عوجا فكان كتاب هداية للتي هي أقوم دل الله به العباد إلى كل خير تطيب به حياتهم وتسعد به نفوسهم وتحسن به عاقبة أمرهم فأحيا به موات القلوب وأضاء به ظلمات الدروب وكان كما قال الله في وصفه كتاب أنزلناه إليك مبارك مبارك ليتدبروا آياته ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وإن وجوه بركته يا عباد الله لا حد لها لا حد يحدها ولا منتهى لها غير أن سبيل نيل هذه البركة وإن الطريق إلى إدراكها هو طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله لنا أسوة نقتدي به ونترسم خطاه ونهتدي بهديه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقد أوضح صلى الله عليه وسلم لأمته
النهج الأمثل للانتفاع بالقرآن والاهتداء بهديه، فبهما تتجلى بركته ويستبين سبيل العمل به. فبين ما للاشتغال بتلاوة هذا الكتاب من بركة تغمر من يتلوه بالحسنات والأجر الضافي، وترقى به إلى المقامات العالية، وتبلغه المنازل الشريفة التي أعدها الله لحملته يوم القيامة. وذلك في مثل قوله صلوات الله وسلامه عليه: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. وفي مثل قوله عليه الصلاة والسلام: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. أخرجه مسلم في صحيحه من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه. وفي مثل قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. أخرجه مسلم في الصحيح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وفي مثل قوله: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق، له أجران.